حول الموضوع ومزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الأستاذ غزوان قرنفل رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار. أهلا بكم أستاذ غزوان. إلى صدر الرافدين، لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا أكدت اليوم أن اللجنة جمعت أدلة كافية لإدانة الأسد بجرائم حرب، ما دلالة ذلك برأيك؟ بكل تأكيد حجم الأدلة والوثائق التي تدين نظام الأسد على كل الجرائم والانتهاكات اللي ترتكبها بحق السوريين وافر ومؤكد وموجود لدى لجنة التحقيق الدولية ولدى ما يعمل عليه الآن أيضا هو يعني وفق القرار الدولي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الآلية الدولية الجديدة اللي عم حاول أنه تبني ملفات قضائية. ولكن إذا بنيت الملفات القضائية إلى أين ستقدم؟ إلى الآن ما تزال روسيا تجهد كل محاولة لإحالة ملف الجرائم والانتهاكات إلى محكمة الجنايات الدولية، ولم تنشأ إلى الآن أيضا محكمة خاصة للنظر بتلك الجرائم إذا كان سيكون هناك محكمة خاصة. وبالتالي يعني عن أي حل سياسي يمكن الحديث إذا ما نحيت مسألة المساءلة والمحاسبة في سوريا عن كل هذه الجرائم. يعني استقالة العضوة في اللجنة الدولية يعني بكل تأكيد هي رسالة احتجاج تعبر عن صدمته من عطالة مسألة العدالة في سوريا. نعم، المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفن دي مستورا وجه دعوة لوفود المعارضة السورية للاجتماع بهم في جنيف، ما الهدف من هذه الدعوة برأيك؟ يعني واضح إن كما جاء بالتصريح أنه الهدف هو يعني خلق حالة تنسيقية بين المنصات المختلفة أصلا. هذه مشكلة، يعني لا يمكن إيجاد رؤية واحدة بين من يقبل ومن لا يقبل بوجود الأسد في المرحلة الانتقالية. هناك من يقبل بوجوده ولا مشكلة لديه، يعني فهون المشكلة. المشكلة أنه المجتمع الدولي يسعى لإنتاج حل يعيد في إنتاج الأسد ونظامه وتجميل هذا النظام وعودة وإعادة السوريين أو تركيع السوريين وإلزامهم بالعودة إلى بيت الطاعة. هذا الكلام لن يحصل، السوريون لن يخضعوا لتلك الإملاءات، وعلى المدعوين إلى جنيف أن يفاوضوا بقوة القبول بالأسد ولو في المرحلة الانتقالية، يعني القبول به إلى الأبد مرة أخرى. نعم، اليوم بدأ خروج مسلحي المعارضة السورية من جرود عرسلة اللبنانية إلى القلمون الشرقي في سوريا، إلى أي مدى ينعكس هذا الحدث على الأوضاع في لبنان وتدخل ميليشيا حزب الله في سوريا برأيك؟ لا، بتقديري ما له انعكاسات على المستوى الداخلي، لأنه حزب الله وضع يده بالكامل على كل مرافق السلطة في لبنان، والدولة اللبنانية هي خاضعة لميليشيا حقيقة. يعني الجيش لا قرار له، رئيس الجمهورية لا قرار له، مؤسسة الحكومة لا قرار له، القرار هو للسلاح. وبالتالي منذ 7 أيار يعني العملية الأمنية المعروفة التي جرت في بيروت إلى الآن صادر حزب الله الدولة اللبنانية، وبالتالي لن يكون هناك انعكاسات على لبنان. الانعكاسات دائما هي أنه كل نوع من هذه الاتفاقات يرتب تهجير قسري للسكان، وبالتالي هي عمليات إعادة رسم خرائط لتلك المناطق. نعم، هذه الصفقة، صفقة جرود عرسال، كيف ستنعكس على اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان؟ يعني أصلا لا يتمتع اللاجئين السوريين في لبنان بالحد الأدنى من الحقوق التي يفترض أن يتمتعوا بها، يعني وبالتالي يعني أوضاعهم ستكون أكثر مأساوية حقيقة. ويجب على يعني الجهات الدولية عدم دفع أي مبالغ تتعلق باللاجئين ما لم يتم تحسين شروط وجود السوريين في لبنان. على ماذا تدفع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ملايين الدولارات للحكومة اللبنانية مقابل أي خدمات تقدمها للاجئين في لبنان؟ يعني نعم، الأستاذ غزوان قرنفل رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار كنت معنا من اسطنبول عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.